كانت حرب التمرد مستعرة في الصحارى العربية قبل سنوات من قدومي إلى فرنسا. اتحدت قبائل البدو لخوض الحرب التي كانت مختلفة عن تلك التي مررنا بها في الخنادق. استخدموا وحدات صغيرة متنقلة ليتحدوا جبروت إمبراطورية، والتفوا حول أفكار محارب واحد له تأثير عميق، أفكار الحرية والتغيير. الصحراء العربية بحر واسع بأمواج متحركة من الرمال وأحجار تحمصت تحت أشعة الشمس. تحت تلك التلال الرملية اللامتناهية يختبئ النفط، الذهب الأسود، شريان حياة عصر الآلات الحديث. لأكثر من 400 سنة حكم العثمانيون تلك الأراضي بكل ما فيها من ثروات، ولكنهم لم يحكموها بلا معارضة. قامت مجموعات متمردة صغيرة من البدو بتوحيد أنفسهم من أجل الإطاحة بحكم العثمانيين. ينقضون بلا سابق إنذار ويختفون فجأة داخل الصحراء. قاتل إلى جانبهم ضابط بريطاني منفرد، شجاعته حققت له شهرة كبيرة، ولكن عرفه العالم باسم لورنس العربي. إنك تعتمد في الصحراء على التخطيط الجيد، لكنك تتمنى أيضاً ضربة حظ. كان الحظ حليفنا عندما علمنا بقطار العثمانيين الذي خرج عن مساره مؤخراً وكان يحمل أهم شحنة. انضمت دورية صغيرة إلى العثمانيين الذين نجوا من التصادم وحرسوا الحطام معاً منتظرين التعزيزات. عندما يمتلك عدوك أسلحة ومعدات أفضل منك، فعليك بالسرقة من عدوك. يتميز المقاتل المنفرد بميزة واحدة عن قوة العدو الكبيرة، يمكن للمقاتل المنفرد أن يتحرك متخفياً.
هناك فارق كبير بين رؤية شيء ما وامتلاكه بين يديك. انهبوا وأطلقوا العنان للمقاتلين. Devriye atmaktan imanım gevredi yeminle ha.
kapıyı. Benimle konuşma. Cenabetin başkası.
وضعيتني بوزبا. اخرج، انتهى الأمر. لم تعتقد أننا سنأتي بالسرعة الكافية لنمسك بك هنا يا لورنس العرب. حقيقة لقد كنت أعتمد على ذلك. هاي لورنس، خدعة ذكية جدا. الآن المفترس أصبح الفريسة. إذن من أنت؟ كم أنت فاتنة يا عزيزتي. أحمد، كنت سأحيا حرة إن لم يتواجد رجل مثلك. حرية؟ ستنالون الحرية بالموت، ويسعدني أن أخبركم بأن الإمبراطورية ستضمن لكم الحرية قريبا. بينما نتكلم يوجد وحش مدمر يطهر الصحراء، يمحو أثر حلفائكم وعائلاتكم وبيوتكم ومخابئكم. لا مكان لكم لتهربوا إليه أو تختبئوا فيه. قريبا كل من تعرفون وكل من تحبون سيكون رمادا، وستكون لكم الحرية لتموتوا. أيتها الحيوانة زهرة، أعلم جيدا أنه لا يوجد شيء تطوقين له أكثر من اقتلاع لحم قدميه ورميه عاريا في وسط الصحراء ليموت، ولكن فكري في الأمر. أنت على حق. معذرة، فصديقتي أحيانا ما تكون فظة. سوف تخبرنا كيف سنخدع قطارك حتى نستدرجه لفخ وندمره. مستحيل. لتتمكنوا من التواصل معه فقط ستحتاجون إلى دليل كامل لشفرات الاتصال. أتقصد واحدا مثل هذا؟ لن يمكنكم تعطيل تقدم الآلات. يوما ما العالم بأكمله سيحتل أراضيكم وسيأخذون الذهب الأسود من تحت رمالها. سوف نرى يا صديقي. لم يكن الحصول على الدليل كافياً بالطبع، ولتدمير التنين الحديدي أي الكنافار كما أطلق عليه العثمانيون، كان علينا أن نرسل 3 رسائل مشفرة. كانت هناك نقاط تمركز عثمانية منتشرة على السكك الحديدية، حمل القادة هناك كبسولات رسائل بالغة الأهمية، كان علينا استخدامها لإرسال أوامرنا. لم يكن من السهل التسلل إلى داخل القرية، ليس في الوقت الذي اتخذ فيه العثمانيين منها مكاناً للإقامة. أقام العثمانيون نقطة تمركز صحراوية بعيدة، وكانت ضعيفة التحصين ولكنها ممتلئة بالأسلحة والمركبات. لم يتوقعوا هجوماً بالطبع. كل تلك المعدات ستكون مفيدة إذا احتجت لاستخدامها. كانت الآثار القديمة هي كل ما تبقى من حضارة سابقة أصبحت منسية الآن. ظهرت الإمبراطورية العثمانية إلى الوجود في العصر الحديث، ومعها كثير من المركبات المدرعة والمدافع. يجب قتل 3 قادة وسرقة 3 كبسولات رسائل شخصية، ومن ثم إرسال الرسائل حاملة أوامر مزيفة منا. كيف تعاملت زهرة مع هذه المهمة الخطرة التي تتطلب جرأة عالية؟ كان القرار لها. يعتبر البدو جيادهم كنوزاً، وبالتالي تمنح جيادهم لراكبيها سرعة وخفة حركة لا تبارى.
الحائط. شوف صباحنا. Çık dışarı! Ben senin dostunum! İlerleyin. Kaçmasına müsaade etmeyin. Silahlarınız kolayda dursun. Thank you.
bir kokuyor her yer. Taşak gibi. Seni bulacağım, seni geberteceğim. Çık dışarı. Çıksana lan domuz. Gebereceksin işte. Kabul eyle, teslim ol. Bak set kırktı. Hı? Birileri burada! Mütecaviz! Şurada! Kalk benim evladım! Şu süperin arkasını kontrol et!
tatlımız yarıldı. Hesabını soralım hiç olmuş işler. Kardeşim, iyi misin? لن يكون أمراً واحداً كافياً. يتطلب البروتوكول العثماني أن يتم تلقي الرسالة 3 مرات قبل أن يقر القطار أنها أصلية.